المغرب يشرع في تنفيذ خطته للتخلي عن أنبوب الغاز الجزائري. يستعد المغرب لتنفيذ خطته للتخلي عن الأنبوب الغاز الجزائري المار فوق ترابه متجها نحو إسبانيا، والذي قالت الجزائر إنها ستلغيه بعد انتهاء المدة المحددة للعقد المبرم بين الجانبين نهاية شهر أكتوبر الجاري. وتتمثل خطة المغرب المرتقى بتنفيذها في إنجاز مشروع ضخم لتخزين الغاز الطبيعي المسال العائم، حيث أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها أطلقت في 23 مارس 2021 دعوة لإبعاد الاهتمام لبناء وتشغيل وحدة عائمة وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز، مشيرة إلى أن أهمية هذا المشروع وظروف السوق الوطنية والإقليمية أثارت اهتمام عدد كبير من الشركات الوطنية والدولية.